وفاة المرحوم عزيز صاد الله صدمة كبرى وخسارة لا تعود، وحيث أنه لا مرد لقضاء الله وقدره، وفاة ديالو يعني فقدان واحد الرجل اللي أصدى خدمات كثيرة يعني الساحة الفنية المغربية بصفة عامة، ممثلا مسرحيا كانت عنده أعمال ناجحة ومؤثرة واستحسنها الجمهور أيام كان المسرح المغربي يقطع يعني المدن والقرى. ايضا كان له دور كبير يعني في مجال التمثيل السينمائي، واحد يعني الفنانين المغاربه الكبار اللي اشتغلوا مع مخرجين كبار، وكذلك في المجال يعني تلفزيوني زياده على المجال الكوميدي. كنذكروا الثنائي عزيز صاد الله وخديجه اسد اللي كان من الثنائيات يعني اللي ضحكوا المغاربه لواحد الفتره طويله. انسان متعدد يعني المواهب في المجال الدرامي، بحيث انه كنهضروا عليه ممثل، كنهضروا عليه مخرج، كنهضروا عليه ايضا كاتب، دون نسيان بطبيعه الحال العمل ديالو النضالي الكبير اللي داروا من اجل الفنانين اثناء تاسيس النقابه الوطنيه لمحترفي المسرح، النقابه المغربيه لمهني الفنون الدراميه حاليا. وهذه كلها كتعطينا صوره على دور ديال الرجل ومكانه الرجل، وايضا درجه يعني الاسى اللي كيحسوا به العديد من الزملاء الفنانين جراء هذا الفقدان. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يصبر عائلته، الله يصبر الأستاذة خديجة أسد على الفاد المصاب الجلال، وعزاؤنا لكل أيضا لكل محبي هذا الفنان الكبير والفريد.